مقدمة رواية ورش نظم الإمام محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان الشهير بالمتولي رحمه الله. بدأت ببسم الله والحمد سائلا صلاة وتسليما على أشرف الملا محمد الهادي الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا. وبعد فهذا النظم فيه ذكرت ما يخالف ورش فيه حفصا فحفص وذلك مما كان في الحز واردا وأسأل ربي أن يوفقني على. باب ما جاء بين السورتين. وقد زاد بين السورتين سكوته ووصلا وبعض عند ذي بسملا بزهر وعن ذي الوصل يسكوت عندها وهي أربع ويل وويل ولا ولا. باب هاء الكناية. وتلك أرها أرجه وألقه ويتقه مع الكسر في قاف بيتاقه جلا. وفي الكهف أنثانيه بالكسر هاؤه ومعه عليه الله في الفتح فعقلا. باب المد والقصر. ومنفاصلا أشبع كمتاصل وثلثا حرف مد بعد همد أتى خلا. يؤاخذ وإسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن وتنوين بلا. وما بعد همد الوصل أيضا وبعضهم لدى عاد الأولى والآن والصلا. كمستهزئون امدد فوسطه فقصرا لدى الوقف إن قصرت في بادل ولا. تقصره إن وسطت وامددهما معا ورومك مثل الوصل فجري لتأصلا. وفي اللين قبل الهمد وجهان إنهما بكلمات التوثيق والمد أطولا. ولكن وجه المد في اللين لم يكن على غير وجه المد في الهمز حاصلا. ولا مد في واو بتوآت فقصرا وثلث لهمز ثم وسطهما كلا. وفي إذا الموؤودة قصر لواوه وقل مثله الواو التي عند موئلا. باب الهمزتين من كلمة. وثانية من همزتين بكلمة فسهل وذات الفتح بالخلف أبدلا. سوى كاء آمنتم فلا بادل. وفي أئمات الإبدال جازا عن الملا. باب الهمزتين من كلمتين. وثانية حال اتفاق بكلمتين سهل أو ابدلها بمد مطولا. إذا ما تلاه ساكن ثم إن طرا تحريكه فالمد والقصر أعملا. وذا في البغاء والنساء النبيء وفي عنكبوت ميم قل مثله الجلا. وفي جاء آل قصر ووسط ومد إن تسهل ودع توثيقا إن كنت مبدلا. وفي هؤلاء إن كنتم والبغاء إن فبعضهم بالياء مكسورة تلا. والأخرى فسهل في اختلافهما له وكالسوء إن بالخلف واوا تبدلا. وكالماء أو بالياء أبدل ونحو لو نشاء أصبنا كان بالواو مبدلا. باب الهمز المفرد.
وإن يأتي همز فأفعل مسكنا سوى جملة الإيواب ما قبل أبدلا ويبدل في بئر وفي بئس عينه وفي الذئب أيضا ثم فاكا مؤجلا. باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله. وحرك بشكل الهمز ساكينا ناخرا سوى حرف مد واحذف الهمز مسهلا وبدء بهمز الوصل أولى وإن به بدأت كلولة ثلثا هو أهملا سوى قصر لي إن تبتدئه بدونه وفي عاد الأولى بإدغامه تلا ورد أن بنقل ثم وجهان جاء في كتابي يهني والسكون تفضل ومن يروي فيه النقل أدغام مالية ويسكوت فيه من بالإسكان قد سلا. باب الإدغام الصغير. وقد أدغموا في الضاد والظاء دال قد وفي الظاء تاء للمؤناث أدخلا. باب إدغام حروف قربت مخارجها. وياسين أدغم ثم في نون خلفه وباب اتخاذ أدغمنا ليسهلا وعنه لدى الأعراف يلهث فأظهرا كذلك في اركب وهو في هود أنزلا. باب الإمالة والتقليل. وقلل ذوات الياء عند توسط لهمز وعند المد وجهان جملا وفي بادل مع فتح ذي الياء فقصرا ومدا وإن قللت وسط وطولا لدى وازكى حتى إلى وعلى الربا ومرضات مشكات كحفص وأوكلا وفي آلفات بعد را قللا وقل أراكاهم فيه اختلاف توصل وما قبل راء ذات كسر تطرفت كأبصارهم والدار الأبرار قللا ومع كافرين الكافرين بيائه وفي الجار جبارين وجهان بجلا وفي الجار مع ذي الياء فافتحهما معا وقللهما أو قل بأربعة أولى وعن بعض الوجهين في الجار فاعترف على فتح ذي الياء ثم قللهما على توسط لين ثم مع مده افتحنهما الجار قلل وحده ثم قللا لذي الياء دون الجار والأولين قل بموسى وجبارين كن متأملا وقلل رؤوس الآي في سورة الضحى مع الليل وقرأ والمعاريج ثم لا وسبح وفي والنازعات وتحتها مع النجم طه غير ما هذه قلا وحرفي رأى قلل قبيل محرك وما بعده التسكين في الوقف قللا وتوراة مع را في الفواتيح حاوها ويا كاف قلل ثم هاتح تميل ونحو هدى للمتقين القرى التي هدى الله عنه قف بما قد تأصلا. باب الراءات. ورقق له بعد ياء مسكن وعن كسر
بقرة من كلمة متقبلا، ولم يعر بعد الكسر فصلا متكلا سوى الصاد طاء ثم قاف تكملا، وذا عجمة ثم المكرار مع إرم ففخم، وبالترقيق في شارر تلا، ووجهان في ذكرا وسترا وحجرا امرا نيضا ووزرا ثم طهرا تقبلا، وحيران ايضا ثم عند توسط لهمز فلا ترقيق في ذكرا اعتلا، وما حرف الاستعلاء بعد ففيه لا ترقق، وفذق فيه خلف تجملا. باب اللامات. وعند سكون الصاد أو ضائها وضاء أو الفتح غلظ فتح لام كيوصلا، وفي طال مع يصطالحا مع في طال اختلاف كما في الوقف يسكون فاقلا، وقد فضلوا التفخيم واعلم بأنه إذا ما أميل الحرف رقيق مسجلا. باب ياء الإضافة. ويفتاح عند الهمز غير عذروني يذكروني وتفتني ألدعوني مجتلى، وأرني وترحمني اتبعني بمريم يصدقني أنظرني وأخفرتني إلى، وذريتي تدعونني وبغيبة كذاك بعهد أوف آتوني يعتلى، ويفتاح مع عرف وقومي ونفس ذكر بعدي بهمز الوصل فافهم محصلا، ومع غير همز فتح يائي ممات زد، ومع يؤمن بتؤمن لي كذا تلا، ولي نعجة سكن وبيتي يا مؤمنا، ولي لا أرى ما كان لي مع معي خلا، بظلات الثاني ومحياي خلفه به يا عبادي اثبت وأسكنه مسجلا. باب ياءات الزوائد. وسبع أتى مع أربعين ثبوتها بوصل هي الداعي دعاني تقبلا، وفي السابع في آل عمران ثم تسألني الذي في هود مع يوم يأتلا، وأخرتني سبحان والمهتدي بها مع الكهف نبغي أن تعلمني على، ويؤتيني أيضا ويهديني بها تمدونني البدي وتتابع جلا، وأكرمني بالوادي يسري أهانني تلاقي تنادي كالجواب تهللا، إلى الداعي يدعو الداعي فاعتازلوني مع نذيري نكير ستة نوذري تلا، وترجموني يوقظوني يكذبوني قالا، وترديني الجواري تمثلا، وعيد المنادي ثم عنه دعاء خذ وآتاني نمل وافتحا واقفا بلا. باب فرش الحروف. سورة أم القرآن والبقرة. وماليك فقصر ثم ميم الجمع صل إذا كان همز القطع من بعد منزلا، وما يقدعون اقرأ كلوال قل يكذبونا ويغفر قل بياء مجهلا، وبالهمز في باب النبي مع نبوة وفيه زوا أيضا كذا كوف وانتلا، ويحذيف في الصابين صابون همزه وتظاهرون الضاء فيه تثقلا، قطيئات هجمع يعملون بعيدها بغيب وميكائل وتسأل تلقى،
ثقلا واتخذوا ماض وأوصى وغيب أم يقولوا لألف الثلاثات أبدلا وخاطب ترى خطوات سكن جميعها قل دعوا انظروا ما ضم مستاكنا ولا كذا قالت اخرج لكن انظر أن اقتلوا أن احكم أن اشكر مع أن اردوع بدو تلا من اضطروا وأيضا مع أو دعوا قس اخرجوا قد استهزئ على مع عذاب قد انجلا مع ركب منيب رحمة وخبيثة قبيل ادخلوها وادخلوا اجتثة اعتلا فتيلا ومحظورا ومسحورا استمع كذا بعض انظر بعدهن تنزلا مبين عيون خذه مع متشابه قبيل اقتلوا ثم ادخلوها انظروا إلى وفي البر وأن فارفع ولكن خففا وبعدوا برفع فيهما فدعية فلا تنون طعام اخفض مساكين فاجمعا ومن بعد سين السلم بالفتح نقلا يقولوا برفع مع وصية وفيهما يضاعفه أيضا وقد رست كلا كلا ويبسط بصاد معه في الخلق بسطة عسيت بكسر السين حيث تنزلا وغرفة نفتح غينه ودفاع قل معا وألم جد إن أتت همزة ولا بضمات أو فتح وننشيزها برا وأكل وأذن سكنا كيف أقبل معا ربعوة فضم نكفر بنونه مع الجزم واكثر سين يحتاب يا فلان جميعا وضم السين ميسارة له وصادوا وأن تصدقوا قد تثقلت تجارات نرفع في النساء وها هنا وحاضرة يغفر وبعد جزما كلا سورة آل عمران ترونهم خاطب وكفال خف وهم ذا زكريا حيث جا وارفع ولا وبالكسر أني أخلق وطائرا معا ونوفيهم بنون تجملا ولا آلف فيها ها أنتم جميعه وهمزاته سهل وكم مبدل جلا وبالرفع لا يأمركم تعلمون كل وبالنون آتيناكم بعد أقبلا ويبغون خاطب يرجعون ويجمعون ما يفعلوا لن يكفروه كذا تلا وبالفتح حج البيت كالواو في مسومين يضركم وقرأ سارعوا إلى وقاتا لهم قصر وبالكسر تاؤه ومتم معا فاكسر يغلا فجهلا ويحزون ضم اكسر سوى الأنبياء وغب لدى فارح لتحسبن محصلا سورة النساء وتساءلون اشدد وقل قيما هنا وواحدة فارفع ويوصك رقبلا وندخل هنون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح نزلا أحلا فسمه عقدت فتح مدخلا مع الحج ثم الرفع في حاسنه على تسوى افتح اشدد لم يكن بالسلام لست فقصر وغير صب ويصالح انجلا وقد نزل اضمم واكسر الدرك فافتحا ونؤتيهم نون تعد افتح اثقلا سورة المائدة والأنعام
يقولوا بلا واو ومن يرتد الأتى رسالاته فاجمع كالأنعام مثلا جزاء وكفارة بلا نون فيهما وبعداهما اخفض واستحقا فجهلا ويوموا بنصب مثل فتناتهم وفي نكذب نكون ارفع ويكذب أصلا أريت في الاستفهام سهل وأبدلا وهمزا فأن نكسر سبيل طبولا وأنجيتنا ينجيكم بعد خففا كنون أتى من قبل في الله منزلا وفي درجات لا تنون كيوسف وجعيل فقرأ واخفض الليل مكملا وفي ميت شدد وفي حجراتها وفي الميتة أيضا بياسين ثقلا وراح رجا بالكسر نحشور نونه كفرقان مع ثان بيونس حصلا وفي سابئ معه نقول وقيما وتذكر ذكرون الكل جاء مثقلا حصادوا بكسر نبئوا قصره مهملا إذا ما بعيد اثنين قل قد تسهلا من سورة الأعراف إلى سورة هود وفي والباس صب وخليطة برفعه نوشرا بالضم والنون مسجلا وأو آمن الإسكان ثم على فقل عليا تلقف أين حلا فثقلا أآمنت مستفهم كطاها وظلة سنقتول قل مع يقتلونا محصلا ووحد رسالاتي وتغفر فأنثا وجهل الخطيئات ارفعنا لتعدلا كمعذيرة بيت وذرية اجمعا كياسين ذان الطور والتكسر اعقلا نذرهم بنون شرك اقرأ ويتبعوا ويتبعوهم في الظلة اعلمه وعملا يمدون ضم الياء مع كسر ميمه وفي مردفين الدان بالفتح عجلا ويوشيكه خفف وشدد موهن ونون وكيد صب ومن حي يعتلى وخاطب فيها يحسبنا وأنفا تكن ثانيا مع ثالث متقبلا وضعفا بضم الضاد فيها كرومها ومن غير تنوين أو زير تنقلا يضاهون ضم الهاء من غير همزة وأبدل وأدغم في النسيء فيدخلا يضلوا بفتح الياء مع كسر ضاده ونعفو بيا جهل نعذب كذا تلا وفي النون تاء بعده ارفع وقربة وعقبا ونكرا ضم ثانيا نسجلا كنذرا وجمع في صلاتك كهودها وفي التاء كسر هاهنا قد تنخلا وعنه بلا واو الذين وضم في من الساس واكسر فيهما ورفع الولا تقطع ضم التا يزيغ فأنثا وسحر ونون في يفصيل بجلا متاعا برفع لا يهدي بفتحها وجيمون نجي المؤمنين تفقل قال سورة هود وبالفتح والتخفيف في عامية قرى وتنوين من كل معا عنه أهملا ومجرى بضم يا بنيا بكل نكسرا تسألني قل مع الكهف ثقلا ويومئذ معتال بالفتح
وارد وفي النمل لا تنويل في فازع تلا ثمودا مع الفرقان نونه كالذي بوالنجم ثم العنكبوت تنزلا وسيئا وسيئة تشمم الكسر ضمة ويعقوب فارفعها هنا متعقلا وفسري أنسري الكل بالوصل همزه وفي توعدوا فافتح وإن كلا انقلا بخف ولما لا تشدد كزخرف وياسين أيضا ثم في الطارق الأولى سورة يوسف عليه السلام غيابات فاجمع فيهما يرتع كثيرا وبشرايا فاقرأ هيت بالكسر حملا وفتياته دأبا وحفظا وكذبوا وبعدوا فقل ننجي وكن متأملا وبالياء وفتح الحاء يوحى إليهم جميعا كذا يوحى إليه تنقلا ومن سورة الرعد إلى سورة الكهف وزرع نخيل غير صنوان أولا بقفض ويسقى يوقدون بتا على وما كرر استفهامه نحو أئذا أئنا ففي ثانيهما مخبرا تلا سوى ما أتى في النمل والعنكب عكسا وصدوا وصد الطول فتحوهما انجلا وفي الكافر الإفراد يثبت شددا وبالرفع في الله الذي اقرأ معولا وفيها وفي الشورى الرياح بجمعه تنزال وارفع بعدك القدر مثلا ويروى بكسر النون عنه تبشرون ثم النجوم صبله واكسر الولا وتدعون خاطر ثم كسر بنونه التي قبل فيهم ثم يهدي فجهلا ورى مفرطون اكسر ونسقيكم معا بفتح كفتح العين في ظعنكم تلا ويروى بياء نجزين الذين قل وبالضم بالقصاص كالظلة اعتلا وسيئه أنف كما بعد خاطبا تسبيح ذك الرجل كسك محصلا وخلفاك فافتح مع سكون وقصره تفجير نول اضممه واكسر متقلا سورة الكهف وقل عوجا لا تكتفيه كويره وفي مرفقا فتح مع الكسر وصلا وتزا ورشدد معلم لئت بعده وفي ثمر ضمان مع ثمره تلا وبالميم خيرا منهما عنده روى وزاكية فقرا ومن لدني على ومهلي مهليكهم ضم ومهليك أهله ولاموهما بالفتح واشدد يبدلا كذاك بتحريم ومن تحت ملكه فأتباع صل همد الثلاثين ثقلا جزاء أضف وارفع وسدينها هنا فضماك سدا في الثلاثات مسجلا ويأجوج مع مأجوج مع أنبيائه ومؤصادة في السورتين فأبدلا ودكاء لا تمدده واحذف لهمزه ولا بد من تنوينه فتأملا سورة مريم عيتيا صليا معجفيا بضمة ويالي أهب والكسر في نسل
هي نقبلا وتستاقط الفتحان فيه مشددا وبالرفع قول الحق يروى ويجتلى وفتح وإن الله مع كسر مخلصا وفيها وفي الشورى تكادوا بها على سورة طه عليه السلام وليس طوى كالنازعات منونا مهادا بمهدا قل مع الزخرف العلا سوى فاكسرا وافتح فيصحي تكن له وإن شددا واكسر وإناك لن جلا سورة الأنبياء والحج وبالأمر قل ربي كآخيرها روى ومثقال مع لقمان بالرفع وكلا لتحصين ذكر والكتاب فوحدا ليقطع ليقضوا فاكسر اللام في كلا سواء برفع كالذي في شريعة تخطافه افتحاه والضاء فثقلا وفي هجمت خفف وتدعون عن كبا كلقمان خاطب ثم ذي أعني الأولى سورة المؤمنون وسيناء عنه اكسر وفتح وإن هذه تهجو نظم مع الكسر مكملا وعليم ذي رفع كذي ساب إن أتى وضموك سخريا كطاد تهللا سورة النور وأرباع نول انصب واللعنة الخفيف وارفع كأخرى خامسة متقبلا وأن غاضب التخفيف مع كسر ضاده وما بعده فارفع فقد جاء فاعلا ومع ما هنا ما في الطلاق أتى مبينات ففتح الياء فيه تنخلا سورة الفرقان وغيب أتى في يستطيعون عنده تشقاق مع قاف به الشين ثقلا ولم يقتر الياء ضم مع كسر تائه وفيه مهانا باختلاس توصلا سورة الشعراء وفي حاذرون القصر مع فارين قل وليك تقل مع صادها كتفا انقلا كذي تاب إن والفاء في الواو قد أتى لدى فتوكل عنده متهللا سورة النمل والقصص والعنكبوت شهاب بلا نون وفيما كاف ضموما وتخفون قل بالغيب فيه مع الولا ومع كسر أن الناس ما بعد مكرهم وبالتاء أن يشركون تعدلا وآتوه فيه المد مع ضم تائه وجدواته اكسر وافتاح الرهب تأصولا يصدق لجزم يرجع نفتاح كثيرا ويجبى فأني فانساحراني تقبلا وفي قاسى فضل وكثيرا وما وداسا فنونه وانصب بيناكم تالى للعولى ومن سورة الروم إلى سورة سبأ وعاقبات الثاني به الرفع وارد وفي العالمين اللام بالفتح نقيل
لي تربو خطاب ضما واسكن لي واوي وآثاري وحد أني فلينفع عقبالا ويتاخي ذرفع قلت طائر مخففا ولا ياء في اللائب حيث تنزل وسهل ومد قصر وفي وقفه فرم وابدل بياء ساكن فيه يا فولا تظاهرون افتح بقصر مشددا وفي قد سامعي الظهرون فقل كيلا ومد الظنون والرسول السبيل وصلا أيضا مقام افتح أتوما توصلا وأسوى تكسر كلاه أن يكون أنيفا خاتم اكسر قل كبيرا بفعلا. ومن سورة سبأ إلى سورة صاد. وبالخفض من رجز أليم كجاثية مساكينهم فاجمع ومن ساته بديلا نجازي بياء وافتح الزايا والكافورا فارفع وخف الدالي في صدق الجال على بينات مد وافتح يا خصيمون تنزيلا فارفعه والقمر قبالا وشغل بإسكان وننكسه فافتاحا وضما وخفف يعقلون بتعالى لينذرك الأحقاف جاء مخاطبا بزينات لا تنويل فيه فحصيلا وقل يسمعون الله ربكم قرا ورب برفع آلياتنا وصيلا. ومن سورة صاد إلى سورة الدخان. وفيما هنا غساق نسينا خفيفا وغساقا أيضا وهو في النباء العلا بخالصة لا نون فالحق فوصيبا آمن هو خفف تأمروني كذا جعل وفي فتحت شدد بها وكذا النبا وتدعون خاطب قل وأن يظهر تالا فأفضلي أرفعه وما يتذكرون غيب ونحتات بإسكان يجتالا ويحشر نون سمي أعداء فوصيبا وقل تحتها ما تفعلون بي جالا بما كسبت من دوني فإن ورفعه ويعلم مع أو يرسل علمه وعمالا ويوحي بإسكان وأن كنت مكسيرا وينشاء فافتح واسكينا غير أثقالا وقل أولوهم عند بعد أشهدوا وبالمد جاءنا أساورة تالا يصدون فضم قيله انصب وضمها وخطب فيها تعلمنا وجمالا. ومن سورة الدخان إلى سورة الصف. ورب السماوات ارفع الباء أنفا يولي اعتيله هضم ما قام كذا جعل وحسنا كذا اقرأ أحسن
فنرفع وقبله وبعد بياء ضم فعلين وصلا نوفي نون كرهان تحكي إليهما وخاطب بفتح لا يرى ووصي بالولا وقل قاتلوا أسرارا فافتح لي همدي سنؤتيه أجرا قل دينون تبجل نقول بيا في قاف أدبر فكثيرا ومن بعد ندعوه افتح الهمز تفضلا ويا يطعق نفتح وطاد المسيطرون لا يلذفون افتح ويخرج جهيلا ومن تحتها قبل الغني وحذيفا وفي المجلس اقرأ ثم يفصل جهيلا ومن سورة الصف إلى سورة النبأ متم بتنوين كذلك بالغ وفي أمره مع نوره نصبا جعلا وأوطار نو لام لله زد كتابه قل ووت الظاهر الظاء ثقلا ونزاعة فارفع شهادات وحدا ويا يزلقون افتح وسلا فأبدلا إلى نصب اقرأ والدن اضمنه واكثرا وأن سوى أن المساجد يا فلا وبالنون يسلكه وقل قال إنما وفي ثلثه مع نصفه الخفض يعتلى ومستنفرة فافتح ورى الرجز فاكسرا وما يذكرون اليابتا إذ تبذلا ورى بارق افتح وتمنى مؤنث سلاسل نو مع قوارير في كلا وعليه مسك واكسر الها جمالة بجمع فقدرنا أتى متثقلا ومن سورة النبأ إلى آخر القرآن الكريم وقل رب والرحمن رفعوهما أتى تزكى تصدى ثانيا كن متقلا وأنا صبب نكسر فتنفاعه ارفعا وفي فاكه نمدد وشدد فعدلا يصلى الضم مشدد ثم محفوظ ارفعا وتسمع ضم ارفع لما بعد أنزلا تحضون قل بالضم وقصر وقل ولا يخافوا بفاء عنه يروى فحصلا وفي لم يكن حرف البريات فهمزا وحمالة تقرأه برفع تكملا وتما بعون الله نظمي وإنني حمدت إلهي حيث منا فكملا صليت تعظيما وسلمت دائما على المصطفى والآل والصحب والولاد.